سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. بغيت نشكر كل واحد شارك في القناة، تنقول ليه مرحبا بك. شكرا للي كانوا قدام، اللي كانوا معنا، ولا اللي شاركوا جداد. شكرا على التعاليق ديالكم، على المشاركة ديالكم، ومرحبا بكم، ألف مرحبا. اليوم ان شاء الله جيتكم بفيديو جديد. سمحوا لي، غادي نديرو حلوة ديال ريشبوند طريقة لي سهلة وبسيطة، وممكن لأي واحد يديرها حتى ولو كان يعني عاد يتعلم الحلوة. فغنديرها لكم بطريقة لي سهلة وبسيطة إن شاء الله. اليوم المقادير ديالها غادي نحتاجو فيها، غيكون العبار بزلافة. هاد المرة غنحتاجو زلافة ديال الزيت، وزلافة ديال السكر سنيدة، وزلافة ديال البيض، باش يجيونا المقادير مضبوطين. إذا كان عندكم البيض كبير أو لا صغير، فغادي يعطيكم نفس العبار، فكاكي يسهل عليكم العبار. وعندنا زبدة مارغرين الوزن ديال 250 غرام، عندنا فانيا، ممكن ديروا القشور ديال الليمون ولا ايمون كيف بغيتو. وعندنا جوج خمارات حمر الوزن ديال 18 غرام، والطحين كيبقى على حسب الخليط. اليوم ان شاء الله غادي ندير، كي قلت لكم طريقة سهلة، فانا غادي نخدمها في مولينكس باش غادي تسهل عليا، وغادي تدوب ليا الزبده بالزربه. فغادي نبدا بالزبده وبالزيت وبالسنيده باش غادي تدوب. صافي، دابا غادي نبداو ونقول معكم بسم الله. ودابا رجعت معكم البنات، غادي نبداو ان شاء الله. غادي نديرو كما قلت لكم في مولينكس، فغادي نقولوا بسم الله. اول حاجه غادي نديروها هي الزيت. غادي نديرو سنيده باش تدوب لينا النيت معاها. غادي نجيب شي معلقه، غادي ندير الكميه كامله. وغادي ندير الزبده، انا قطعتها هكا طريفات باش تجيني سهله. صافي، دابا غادي نضربها حتى تذوب ليا، وغادي نرجع باش نزيدو عليها ان شاء الله البيض. ضربتها شي شويه، دابا غادي نزيد معاها البيض. صافي، انا دابا غادي نبقى نكمل، غادي نضربهم حتى يديروا ليا مزيان، حتى يطحنوا ليا مزيان، وغادي نرجع معكم. صافي، دابا تطحن معايا كامل كيف ما كتشوفوا، هكذا تيعاون وكيساعد بالاست ما نبقاو يعني. كتاخد بزاف ديال الوقت باش تذوب الزبده، فكف مولينكس كيكون ساهل. غادي نديرو في هاد البانيو. هاد البانيو كنخليه غير العجينه الحلوه، لا سفنج ولا اي حاجه، كن يعني غير خاص بالعجينه وصافي. كيما كتشوفوا هكا دابت معنا كامله، وما كتاخد ليناش بزاف ديال الوقت، هكا كيسهل. حتى اللي كتكون عنده كميه كبيره ولا صغيره كيف ما كان، فكتعاونو. دابا غادي نزيد الفاني، ممكن تضربوها معاه من الاول مع السنيده. انا غادي نزيدها حتى دابا باش تبقى ليا النكهه ديالها. صافي، وغادي نزيد الطحين ونزيد الخميره. الطحين كيبقى على حسب الخليط، ما تنقصوهاش باش كتجينا رطبه، واللي بغا تجي رطبه اكثر يزيد جوج معالق ولا ثلاثه ديال الكوفيتير، يكون لي جاري ما يكونش لي قاصح، فهي كتجي رطبه اكثر. دابا غادي نزيد الطحين. الطحين تيبقى على حسب الخليط اللي عندنا، كما قلت لكم حسن انها تبقى رطبه. وعندي جوج خمارات الوزن ديال 16 غرام. وغادي نقولوا بسم الله، غادي نجمعوها. ما تنحاولوش ندلكوها، غير كنجمعو.
اللي كيبغي كمية نكبر من هذه، معلي غير يضعف المقادير اللي درنا. بغيتي يقل فانت كتاخد النص، نص من الزبدة ودير نص من زلافة زلافة. المهم تيكون واحد العبار، الا كان كاس الا كان اي حاجة فهكا كيبقى ساهل عليكم تاخدو العبار ديالو. انا غنبقى هكا حتى نجمعها وغادي نرجع معكم باش نوريكم يعني الشكل ديالها والكميه اللي خدات ليا ديال الطحين. صافي البنات دابا كملتها، هذا هو القوام ديالها، كتكون رطبه بزاف. غادي صافي غادي نبدا نكورها وغادي نديرها في اللاطه. انا غادي ندير اللاطه، ما عنديش الوراق ديال الزبده، فدهنتها غير بالزيت، كدهنوها مزيان بالزيت صافي. وغادي نبدا حتى غادي ندير الحجم ديال الحبات اللي غادي يكونوا كبار، حيت غنديرهم غير فرديين، ما غاديش ندير صغار. وانتم على حسب اللي بغيتو، الا كنتو بغيتو تلصقوا جوج مع بعضياتهم فكديروا الحجم ديالهم يكون صغير بزاف. انا غادي ندير تقريبا هاد الحجم هذا باش يكونوا غير فرديين يجوني ساهلين. صافي ما تنحاولوا لا نصبهم لا والو، غير كنلوهم صافي وكيتحطوا. تضغط عليهم غير شي شويه ني هكا صافي وكيتحطوا، باش كيجينا الشكل ديال الحبات يكون زوين ومقاد. صافي كنحاولوا نديروا الحبات اللي يكونوا مقادين. انا غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش نطيبوهم. غادي نطيبوهم في الفران اللي غادي يكون سخون من قبل، الحراره ديالو غادي تكون يعني معتدله، ما يكونش سخون بزاف باش ما يتحرقوش لينا، وغادي تكون العافيه الفوق، الفوق يعني الفوق ديال الحبات ماشي من تحت، حتى يطيبوا من الفوق وكنردوهم عاوتاني للجهه التحتانيه. يلا خليكم معنا حتى نساليوه. صافي دابا البنات كملت اللاطه ديالي، مازال ليا كميه اخرى ما شاء الله، يعني راه كتعطي كميه كبيره. غادي نسخن دابا الفران وباش ندخل ليه هاد اللاطه ونصوب في اللاطه الاخرى اللي بقات ليا. يلا خليكم معنا ونوريكم المراحل ديال الطياب ديالها ان شاء الله. دابا سخن ليا الفران، غادي ندخل ليه الحلوى. غادي نقص لي شويه الحراره باش تكون غير معتدله باش طيب لي الحلوه على خاطرها، ما تجينيش يعني ماش ما تشوهش باش ما تحرقش شي حاجه. صافي البنات هكا دابا رقبت ليا من الفوق، كنخليوها حتى تولي غير دحيه وغادي نردها الفوق باش طيب لي عاوتاني من التحت. هذا هو الشكل ديالها، وغادي نزيد اللاطه الاخرى اللي بقات ليا عاوتاني من التحت. صافي دابا دخلت كميه كامله ديال الحلوى اللي عندي، هذه اللي بقات ليا وغادي نتسناها حتى طيب، هي الاخرى الفوق، ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملو الطياب ديالها. نصيبو العسل ونشوفو كي نديرو ليها يعني نصيبوها بالعسل وبالكوك، وان شاء الله غادي نديرو كميه اخرى تكون بالشوكولاط. صافي دابا البنات ساليت الطياب ديالها، هذه هي الكميه اللي عطاتني ما شاء الله، راه كتعطي كميه كبيره.
دابا ان شاء الله غادي نمشي باش نصيب ليها العسل ديالها وندوب حتى شكلات هو نصيبو. معليش هذوك الحبات راهم لصقوا ليا في اللاطه ملي ما كتكونش مدهونه بزاف داكشي اللي كدير. صافي خليكم معايا، دابا غادي نوجد ان شاء الله العسل والكوكو، نوجد شويه ديال الشوكولاته الذايب ونكملوا التحضير ديالها. دابا البنات صافي راه بديت كنصيبها في العسل. هنا درت غير السكر والماء ودرت معاه كميسه صغيره فيها الحبوب ديال اتاي باش عطاني هذا اللون الاحمر، ما درتش فيه لا حامض لا حتى شي حاجه. ممكن ديروا معها شي طريف ديال الحامض وممكن ديروا نص العبار ديالها كوفيتير النوع اللي تيكون جاري فتيجيبها تيكون زوين وتيجيبها هشيشه اكثر وكتصبر لكم مده طويل. المهم انا هذا اللي درته. صافي كنديرها في هذا العسل وكنديرها في الكوك، هذا غادي نستمر بحال هكا تنسالي وغادي نرجعوا باش نديروا النص الاخر في الشوكولاط ان شاء الله. يلا صافي هكذا البنات كنكون ساليت. هادي درتها بالكوك، درت ليها العسل ودرت ليها الكوك، وهادي دوبت الشوكولاط كحل ودرتو ليها. صافي وهاد شويه اللي بقى ليا خليتو هكا كيربا، ماشي واحد يبغيها يعني سامبل ما فيها حتى شي حاجه. كانت هادي هي الكميه، يعني راه ما شاء الله كتعطي كميه اللي كبيره. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه، سهله وبسيطه وغتوجد معكم دغيا وبالصحة والراحة. كنتمنى تعجبكم، مع السلامة ان شاء الله حتى الفيديو اخر.